الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيبل تنس مع الكابتن ياسر. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نبذة سريعة جدا عن تاريخ لعبة تنس الطاولة. النهاردة هنتكلم في نصايح تخص اللعب وليه الأمر، ومش هنسميها نصايح قد ما هي فضفضة وحاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، ومحدش يزعل مني لو اتكلمت بحدية شوية. أولا لازم تبقى مدرك جدا إن اللعبة دي مصنفة من ضمن أصعب 10 ألعاب في العالم، واللعبة دي عايزة حد شخصيته قوية جدا، عايزة واحد ذكي جدا مثل ذكاء لاعب الشطرنج، وعايزة لاعب سريع جدا زي البرق، سرعة رد فعل رهيبة لأن الكرة بتروح وتيجي في جزء من الثانية. فأدام دخلت ابنك اللعبة حاول تسيطر على نفسك وما تنفعلش معاه، لأن في أولياء أمور كتير جدا مش عايز أقول إيه اللي بيحصل لهم. نرجع بقى للاعب ونقول له حدد هدفك. لازم تكون محدد هدفك، والمفروض ان انت عارف هتعمل ايه. اولا لما تروح التمرين لازم تروح التمرين في ميعاده او قبل ميعاده كمان. تكون مطيع جدا للمدرب، ما تجادلوش، تعمل فيتنس كويس جدا وتتمرن عليه كويس جدا وتعمل اطالات علشان خاطر تتجنب الاصابات، ويكون في بعد كده مرونه لجسمك وفي عضله قويه. التغذيه بتاعتك تكون كويسه، النوم علشان خاطر تقدر تواصل يومك. خد بالك الإحماء دوت مهم علشان خاطر لما بتعود نفسك عليه تيجي في الماتشات تعمل إحماء، لأن الجيم كله 11 بوينتس. لو أنت منزلتش جاهز لل 11 بوينتس هتلاقي أول جيم منك اتخطف من غير ما تاخد بالك، وفجأة تلاقي معنوياتك نزلت في الجيم التاني أو أيا كان الدروب اللي بيحصل معاك. فمهم جدا تهتم بكل حاجة المدرب بيقولها لك، حتى لو قالك امشي على الحيط امشي على الحيط، لازم تكون مطيع جدا للمدرب. نصيحة بقى لولي الأمر علشان خاطر في ناس كتير كلموني المدربين اللي هو رد لنا الموضوع دوت على القناة، تدخل أولياء الأمور في الفنيات. رجاء من حضرتك ما تدخلش في أي فنيات، لأن أنت وجودك ولي أمر مش مدرب، لأن أنت لو مدرب خلاص خد ابنك أنت مرنه. أدام شايف إن المدرب مش قادر يفيده أو مش قادر ينمي عنده حاجة معينة، خلاص أنت ممكن تفيده، وأكيد مصلحتي ومصلحتك إن اللاعب يكون كويس. فما تزعلش مني ان انا قلت كده واتكلمت في الموضوع دوت، لان في كتير جدا من المدربين اتضايقوا من الموضوع ده. حاول تخلي ابنك دايما عنده حماس ان هو يتمرن، علشان خاطر حماسه ده بيخلي المدرب ذات نفسه يندفع ليه بالتدريب، يبقى متحمس ليه بالتدريب، حابب ان يمرنه، حابب ان يفيده، مش حابب ان يقعد، حابب ان يعمل معاه كل حاجه يطور منه دماغه هتشتغل اللاعب جامد. يعني دي نصيحه مني ليه. الفيديو كان بسيط جدا وبنتكلم في نصايح الطبيعي ان احنا نعملها، وما اتكلمناش برضو في فنيات، احنا بنتكلم في سلوكيات واسلوب تمرين او شكل التدريب هيبقى عامل ازاي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم الحلقة اللي جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.